لمزيد من التحليل عن تلك المذكرة التي تقدمت بها الدولة المصرية لمحكمة العدل الدولية ينضم لنا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. أهلا بك سعادة السفير. عايزين نعرف من حضرتك طبعا تحليلك لتلك المذكرة وأهم ما تضمنه وكمان تحليلك ليها إقليميا وسياسيا. يعني حضرتك المذكرة اللي مصر أعدتها وقدمتها إلى محكمة العدل الدولية وهتترافع أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري هي بتتعلق حضرتك بطلب استشاري رأي استشاري حولته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية حول بند سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا من البنود الدائمة على جدول أعمال الدورات العادية للأمم للجمعية العامة. وكما تعلمون حضراتكم أن احنا في الدورة 78 الآن التي افتتحت في سبتمبر الماضي، وهذا كما قلت الوضع في الشرق الأوسط والممارسات الإسرائيلية وأعمال لجنة معروفة باسم لجنة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، دي بنود دائمة حضرتك في كافة الدورات العادية للجمعية العامة. نعم. مصر أعدت هذه المذكرة وهي مذكرة بتتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وقطاع غزة منذ 67. دوت حضرتك أمر في غاية الأهمية من وجهة نظر الدبلوماسية المصرية والدور المصري في التصدي ليس فقط للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستفزازات الإسرائيلية سواء للمستوطنين أو للجيش والبوليس الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وإنما كذلك حضرتك بصفة عامة القضية الفلسطينية برمتها. إن هناك وهذه المذكرة بتؤكد بدون أدنى شك إن هناك احتلال إسرائيلي للضفة الغربية ولغزة، وأن وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام هذا الاحتلال يجب أن ينتهي. المذكرة ده الهدف الرئيسي للمذكرة. والمذكرة بتتفق حضرتك مع الموقف موقف مصر تاريخيا من القضية الفلسطينية، موقف مصر المؤيد لاسترداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية متمثلا في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة داخل حدود معترف بها دولية. طب إذا سمحت يا سعادة السفير، يعني في بعض البنود نحب برضو نستوضحها من حضرتك فيما يتعلق بهذه المذكرة. إذا تحدثنا عن الرصد الخاص بالممارسات الإسرائيلية في فلسطين، الممارسات العنصرية خصوصا واللي زادت يعني كثيرا بعد إصدار الكنيسة لقانون الدولة القومية في سنة 2018 وحتى الآن، تم رصد العديد من الاختراقات فيما يتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حق التملك أيضا وحق حرية التنقل، بالإضافة إلى حقوق أخرى عديدة زي حق المساواة وحق الاعتراف حتى بوجود الهوية الفلسطينية. إيه اللي رصدته أيضا هذه المذكرة من اختراق للقانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق المختلفة بما فيها أيضا حقوق الإنسان؟ لا كله يعني كل ما ورد في المذكرة حضرتك ده يعني في المذكرة بتحدد وبتستعرض الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الممارسات كلها، كل ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 67 وحتى الآن كلها تعتبر انتهاكا للقانون الدولي العام وللقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات جنيف. على سبيل المثال تفجير منازل الفلسطينيين. نعم. دوت حضرتك تغيير الطبيعة الديموغرافية للضفة الغربية ده انتهاكا لاتفاقيات جنيف وكل المواثيق الدولية. المذكرة كذلك المذكرة هيكون ليها أصداء دبلوماسية وسياسية في إسرائيل وفي العالم العربي وفي العالم أجمع.
نعم. ده أول تحرك مصري بهذا الشكل، أول تحرك مصري بهذا الشكل منذ التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل في مارس من عام 1979. وأعتقد أن دوت هيدق جرس إنذار في إسرائيل أنه مصر في الوقت اللي تلتزم فيه وأعلنت فيه التزامها بمعاهدة السلام في الوقت، طالما التزم الطرف الآخر بها، لكن مصر هتظل تدافع عن الحقوق الوطنية الشعب الفلسطيني. بالفعل يا سعادة السفير، إذن يعني نحن في انتظار المرافعة الشفهية للجانب المصري أمام محكمة العدل الدولية بعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء، وننتظر ما ستسفر عنه هذه المذكرة وتقدم مصر بهذه المذكرة كي تنضم إلى الجهود الأخرى التي تقوم بها سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو إغاثيا لدعم ونصرة القضية الفلسطينية. كل الشكر لحضرتك سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على وجودك معنا عبر الهاتف.